أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا يوم الأحد الماضي مساء اليوم الثاني للانتخابات في جولة الإعادة. كانت ردود الأفعال متباينة، فيما كتب الدكتور محمد البردعي تغريدته على موقع تويتر أن هذه نكسة للثورة، ورآها الدكتور عبد المنعم الفتوح أنه انقلابا ناعما على الثورة، فيما رآها المستشار عبد الله المغازي عضو المجلس الاستشاري أنه يحدث توازنا بين السلطات بعد حل البرلمان حتى لا تصبح السلطات جميعها في يد الرئيس فنصنع دكتاتورا جديدا. بالأمس كانت تظاهرة في ميدان التحرير احتجاجا على هذا الإعلان الدستوري المكمل. ما رأي الشارع في هذا الإعلان ورأيهم في الاحتجاجات التي حدثت؟ هذا ما سنعرفه من خلال هذه اللقاءات. رأي حضرتك في الإعلان المكمل للدستور؟ والله أنا شايف الإعلان المكمل للدستور يعني الشعب المصري متخوف في ظل حل مجلس الشعب وحل البرلمان، فرأى أن مثلا أن المجلس العسكري كان وعد الشعب المصري أن هو تسليم السلطة في 30/6 تسليم السلطة كاملة، فأصبح الآن حل البرلمان في تخوف من الشارع المصري، رغم أن البرلمان هو الجهة الوحيدة أو هي السلطة الوحيدة المنتخبة من الشعب المصري بكافة طوائفه وعلى مستوى الجمهورية، إنما حل مجلس الشعب في التوقيت ده بالذات جعل تخوف في الشارع المصري، وربما يعني الإعلان الدستوري برضه غير مكمل أو غير متمم وليس فيه صلاحيات كافية لرئيس الجمهورية، وحس إن 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 رئيس الجمهورية سوف يكون رئيس شرفي في هذا التوقيت. رأيك في الإعلان المكمل للدستور والاحتجاجات حول هذا الإعلان؟ الإعلان المكمل للدستور أولا اللي صدر على المجلس العسكري بينهم عن المجلس العسكري نيته وحشة جدا. ليه؟ نية المجلس العسكري سيئة بداية من الأول خالص، من بداية من الثورة. أولا وقوفه جنب الثورة كان وقوف مظهري، وقوف شكلي، ما عملش أي حاجة للثورة. اللي قال إن هو حمل المتظاهرين أبدا، اللي قتل المتظاهرين في محمد محمود كان المجلس العسكري، مجلس الوزراء كان المجلس العسكري والجيش. ما زالت التحقيقات في هذه الامور جاريه، لكن المجلس العسكري وعد بانتخابات نزيهه وبالفعل جرت انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى والجوله الاولى وجوله الاعاده من الرئاسه حتى هذه اللحظه في انتخابات نزيهه شهد لها العالم كله. المجلس العسكري اذا كان نزل فريق شفيق ودعمه فدول عشان يحافظ، يفضل محافظ على الهيبه بتاعته، يفضل موجود على طول وملك على طول. رايك في الاعلان الدستوري المكمل؟ والله العظيم اللي انا شايفه ان احنا كده بنبهدل بعض. ما تزعلش مني، انا بقول رايي شخصي. بمعنى صح ان اللواء احمد شفيق او الفريق احمد شفيق لما يمسك البلد هيعيشنا في امان. امبارح مسكوا 150 وانتوا اللي جايبين الكلام ده، 150 الف صاروخ، ايه الكلام ده؟ شكرا حضرتك. رايك في الاعلان الدستوري المكمل؟ لا والله انا بعتبره الاعلان الدستوري المكمل ده، انا بعتبره تكتيف للرئيس الجاي، والتكتيف ده اصلا مقصود بيه ان هي اي حد من 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 الثوره، لو كان اي حد غير من النظام القديم ما كانتش هتحصل كل التكتيفات ديت، انما هو صادر في الليله اللي هي اصلا في اول الفرزه حصل فيها، فبدات المؤشرات تظهر مين اللي هينجح، فقام يعني جريوا بسرعه ان هم يحاولوا ينزلوا الدستور المكمل في الوقت ده لتكتيف الرئيس الجاي، لان هو يعتبر مش على هواهم. شكرا لك. رايك في الاعلان الدستوري المكمل؟ والله هم حاليا الاستاذ مشير الطنطاوي كل اللي بيعمله ده لصالحه مش لصالح اي حد، يعني عايز يكتفه، وعايز اللي هو اللي يمسك يبقى بيكتفه، مالكش دعوه باي حاجه، مالكش دعوه بالجيش، مالكش. رايك في المظاهرات والاحتجاجات اللي كانت موجوده امبارح في ميدان التحرير ضد الاعلان الدستوري المكمل؟ والله انا رايي ان هو ده الصح. ان رأي حضرتك في الاحتجاجات على الإعلان المكمل للدستور؟ حقينا إن احنا نتظاهر، وحقينا إن احنا نرفضه، لأن دوت مفيش استفتاء عليه من الشعب، والشعب مش موافق عليه، ولابد النزول على رغبة الشعب، وإحنا بكرة على فكرة هنعرف إذا كانت الانتخابات نزيهة ولا مش نزيهة، يعني احنا قاعدين نقول نزيهة ومش نزيهة ونزيهة، لما تيجي بقى لجنة الرئاسة تعلن بكرة مين الرئيس هنعرف إذا كانت نزيهة ولا مش نزيهة. رأي حضرتك في الإعلان الدستوري المكمل والإحتياجات اللي تولت بالأمس على الإعلان؟ والله أعتقد إن الإعلان الدستوري المكمل صحيح، مش 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 غلط، كويس يعني. ليه؟ لأنه ضمان لاستقرار البلد، لأن إحنا مش عارف الرئيس الجديد هيجي بأي فكر، جايز يجي بفكر مخالف لمصلحة البلد. فاعتقد احنا في الوقت اللي حاضر اللي احنا فيه ده قرار المجلس العسكري سليم 100%، واتمنى ان يعني تيجي الرئاسه يعني ان شاء الله يعني
بسرعه والناس بقى تهدى بقى وتعقل وبلاش هبل وبلاش وجع دماغ. رايك في اللي بيقول ان ده بينزع الصلاحيات من الرئيس ويبقى الرئيس يعني زي ما قالوا متكتف يعني في المرحله اللي احنا فيها دي افضل كده، لان مش عارف الجاي ده جايب اي فكر، جاي بيجي فكر مخالف تماما عن المتوقع، وبالتالي الشعب هو اللي هيدفع الثمن، فاعتقد ده تصرف سليم. راي حضرتك في الاعلان الدستوري المكمل؟ هو احنا دوله قانون ومن حقنا نحترم القانون، ومفيش حد فوق القانون، وفي السلطه اعلى من القانون يعني. انت مع الاعلان الدستوري المكمل؟ هو المفروض طبعا. طب رايك في الاحتجاجات اللي حصلت على الاعلان؟ قلت لحضرتك ان احنا دوله قانون ومفيش حد فوق القانون، فالمفروض نحترم القانون كلنا. لو هنمشيها بقى دوله تانية ماشي. شكرا ليك. راي حضرتك في الاعلان الدستوري المكمل اللي اصدره المجلس العسكري واحتياجات الناس على الانبال؟ اي حاجه يصدرها المجلس العسكري ده يبقى حاجه محترمه، واحنا مؤمنين بالمجلس العسكري، واللي يطعن المجلس العسكري ده ما يبقاش مصري، واحنا مصريين من غير من دون الجيش المصري ما احنا ما نبقاش لنا وجود. شكرا لك. رايك في الاعلان الدستوري المكمل؟ اقول لحضرتك رايي، اللي وصلنا للاعلان الدستوري المكمل الاخوان المسلمين لما قالوا نعم للاستفتاء على 19 ماده، ده اللي وصلنا. الاخوان المسلمين هم اللي بيدافعوا الشعب المصري جزاء ما كانوا ينوون له. ليه؟ طمعوا في مجلس الشعب، طمعوا في حكومه انقاذ، طمعوا في رئاسه الجمهوريه، ما مش هنعمل حزب وطني تاني باسم الدين. يعني هو تم حل مجلس الشعب ولا يوجد لهم ولا يوجد لهم رئيس وزراء ولا وزراء. قانوني ولا مش قانوني؟ لو ليك حق خده بالقانون، هو حله بالقانون. الهيئه المفوضيه ادت قرارين، يا تسيبه يا تحله، فهم حلوا بالقانون. راي حضرتك في الاعلان الدستوري المكمل؟ اي حاجه تبع المجلس العسكري تبقى مظبوطه، يعني اي حاجه المجلس العسكري يعملها مظبوطه. راي حضرتك اي حاجه يقولها المجلس العسكري احنا موجودين عليها، لا يجوز الا مجلس عسكري الا الجيش المصري الا الجيش المصري. راي حضرتك في الاعلان الدستوري المكمل؟ بص حضرتك، هو في جميع الاحوال الاعلام الدستوري ده اعلام مؤقت، لازم احنا نتقبل ان الاعلام الدستوري المكمل او اللي قبليه ده اعلام مؤقت، ولاعداد دستور جديد. هو الراي الاول الاخير في الدستور الجديد للشعب، فلازم نتقبل المرحله الانتقاليه، خصوصا ان الشعب المصري معظمه او معظم الشعب المصري كله عنده ثقه في المجلس العسكري بتاعه وفي الجيش بتاعه. فانا ببص ان النهارده ما نعملش النهارده اصلا ضجه على اعلام دستوري مكمل لتحقيق اغراض خاصه، زي ما النهارده الاخوان ما بيسعوش لمصلحه الدوله، بيسعوا في الاول والاول والاخر للمصلحه الشخصيه بتاعتهم. الاحتجاجات امس كانت من الاخوان و6 ابريل والشراكين الثوريين ويعني طوائف مختلفه وليس الاخوان فقط. حضرتك ليه ما قلتش ان الوفد ما نزلش، ان الحزب الناصري ما نزلش، ان معظم الشعب ما نزلش؟ النهارده ميدان التحرير ما بيمثلش مصر كله. راي حضرتك في الاعلان الدستوري المكمل؟ والله ده حاجه كويسه من مجلس الشعب، من المجلس العسكري، ليه؟ بيحمي وطنه وهو عامل دستور مكمل. ليه احنا مش زي ما الاستاذ اللي قبل مني سجل، مش ميدان التحرير اللي بينزل بيمثل شعب مصر؟ شعب مصر كتير جدا. عايزين بقى ان شاء الله، خدت بال حضرتك، نشوف المرحله اللي جايه دي ايه. احنا عايزين ان شاء الله. راي حضرتك في الاعلان الدستوري المكمل؟ الاعلان الدستوري المكمل احنا عايزين مصر بقى مستقره، واخد بالك؟ ده امنيه اي مصر موجود، ونتمنى ربنا يهدي الامور ان شاء الله.